عدد من المواطنين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تذمرهم من طول الانتظار عند خلاص الفواتير مطالبين بإحداث فروعا لهذه الشركة بمناطق أخرى. نتابع. أنت في العبيد معناها قاعدة تستنى باش تخلص فلوس ما سهلكتهاش، وأنا من رأيي أنا أكبر شركة في السرقة سوناد وستيك. نتاع الصباح للتو ريت حتى كي نمشي العارفي باش صحتني أنا عارفي تو. السبعة نتاع الصباح نحب نخلص ورقة نتاع الضوء. ريت احنا مش انت اليوم اول نهار ولا ثاني نهار ولا ثالث نهار ولا رابع نهار اختي الغاليه، احنا عندنا ديجا عندنا يمكن شهر ونص واحنا كنا نعيشوا كيفك اختي الغاليه. كل يوم الواحد يجي يشد الصف ساعتين ثلاثه كل يوم ويروح، معنا عبيد مسيبه خدمها تشوف، فهمت؟ عبيد مسيبه خدمها كل يوم وجايه باش تخلص تونس العاصمه كامله تصب، معنا تصب لهنا نورمالمون يعملوا لنا فرع اخر ولا تخلص العبيد على الاقل في البوست 500 دينار ما يقلقش، على الاقل تخلص في البوست، فهمت؟ الناس معبيه والوقت دخل كله معبيه ما لقيتش هنا قاعدين في الشارع، وعليه عملوا هكا عليه؟ كل شهر ولا في الماء ولا كيفاش؟ كيفاش نعمل والله؟ ستيك عامله في كل فرع في كل بقعه، هنا راهي تونس كامله، هنا تونس كامله تصب لهنا، مش معقول هذا بقعه وثلاثه قيشيات ديما واحد ما يخدمش. ما نعرفش علاش انا ما يعملوش فروع اخرى ولا يعملوا فهمت الكونفونسيون مع البوسطه كما كان قبل. جو بريفير نخلص ولا المواطن اي مواطن يعدي نص نهار يدفع دينار زايد وياخذ يقلط ويروح. الناس الكل تجي باش توصل باش يجي يخلص الفاتوره يضرب ساعتين ثلاثه، فمن الناس اللي عندها كرهب يجي يحط كرهبته يجي يهز شنقه يضرب ساعه وبدل كل ساعه، فما ناس مساكن قاعده متضرر. انا ما هاو نعطيك الوقت هاي الواحد شوف ما خطاش مقصوص من التسعة واش تصور انت الوقت هذا وانا نستنى باش نخلص فاتوره تاع ماء، هل يعقل هذا؟ الدوله وين؟ الدوله ما على الاقل تنظر.